نستقبل العميد نبيل عبد الله الناطق باسم القوات المسلحة السودانية. سيادة العميد، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما الذي يمكن أن تقوله لنا الآن حول الوضع في الشارع السوداني؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم الأشقاء في مصر. نحن الآن في الخرطوم وفي السودان نخوض معركة الكرامة الوطنية ضد قوات الدعم السريع التي تمردت على الدولة والتي حاولت أن تهاجم وتحتل بعض المقار والمواقع العسكرية والمرافق الحيوية والاستراتيجية، وقد بدأوا بالهجوم على هذه المناطق، ونحن الآن في حالة تعامل معهم، في حالة اشتباك معهم منذ الساعة 9 صباحا، وبإذن الله ستحسم القوات المسلحة هذه المعركة بأسرع ما يمكن وتبسط سيطرة وتبسط الأمن والاستقرار في العاصمة وفي جميع السودان كما عهدها الشعب السوداني.